أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم بمواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال عقب مسيرات انطلقت بعد صلاة الجمعة في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. وقد أصيب أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة. وفي نابلس اندلعت مواجهات عقب مسيرة قرية بيت دجن شرقية نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال العيارة النارية وقنابل الغاز المسيرة للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العديد منهم. كما شهدت رام الله إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات في مسيرات خرجت في قرية نعلين، وأطلق جيش الاحتلال القنابل الصوتية والغاز السام. ولمتابعة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت من رام الله فالح نصير. فالح، اليوم تجدد لاعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأقصى وعدة نقاط أخرى، ما هي آخر التطورات لديكم؟ نعم، أصيب أكثر من 90 فلسطيني هذا اليوم خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال انطلاقا من المسجد الأقصى المبارك، حين قمعت قوات الاحتلال مسيرة جابت جنبات الحرم القدسي الشريف لتعتدي على المصلين الفلسطينيين الذين توافدوا بالآلاف احتفالا بنصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ليمطرهم جنود الاحتلال بالرصاص المطاطي وبوابل من قنابل الصوت، ما أدى لإصابة العشرات جراء الشظايا التي انطلقت من هذه القنابل في وقت انطلقت أيضا في تظاهرات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية من مراكز المدن، وسارت باتجاه نقاط التماس والاحتكاك سرعان ما تحولت إلى اشتباكات كما النار في الهشيم في عدة مناطق. أيضا قابلها جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمطاطي، ما تمخض عن إصابة أكثر من 60 مواطن فلسطيني في هذه المواجهات والتظاهرات. الفصائل الفلسطينية دعت إلى استمرار هذا الحراك الميداني الذي غاب بهذا الكم والنوع لسنوات طوال، في وقت دعت فيه أيضا جمعيات يهودية واستيطانية إلى اقتحام الحرم القدسي الشريف يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 7 صباحا، لكن المرجعيات الدينية والمقدسية دعت إلى ضرورة الرباط في المسجد الأقصى المبارك والحجيج لدرع اعتداءات المستوطنين الذين يحاولون فرض نظام التقسيم الزماني والمكاني من خلال الجولات التي يقومون بها بشكل يومي ويؤدون خلالها الصلوات التلمودية ويقومون بأعمال استفزازية تثير مشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم. لطالما شكل المسجد الأقصى المبارك محطة أفئدة العرب والمسلمين، من المتوقع أن يحدث صدامات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي ستؤمن دخول مجموعات المستوطنين من باب المغاربة، لطالما تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيح هذا الباب منذ احتلال القدس عام 1967. في مجمل الأحوال هناك فرحة قيمت على الفلسطينيين على اختلاف مشاربهم أمام وصول أو تحقيق التهدئة بفضل الوساطات والجهود العربية والدولية، وأيضا هناك حالة في ذات الوقت هناك هدوء هش وحذر يقيم على مجمل الأراضي الفلسطينية لا سيما في مدينة القدس في المسجد الأقصى المبارك في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر الاستيلاء عليه من قبل المستوطنين والإخلاء الذي تحاصره قوات الاحتلال وقد حولته إلى ثكنة عسكرية مغلقة ودفعت بالمزيد من القوات ومنعت المتضامنين من الوصول إليه، كما جرى الحال اليوم حين حاول بعض النشطاء والمؤيدين للقضية الفلسطينية من الإسرائيليين والأجانب وأيضا من أهالي مدينة القدس من الدخول للتضامن مع أهالي الحي، يوم غد سيكون هناك حملة للتضامن ووقفة أمام مدخل حي الشيخ جراح الذي يعني يقف على بريد
ترمي البارود يوشك على الانفجار في أي لحظة إذا ما أقرت محكمة الاحتلال قرار الإقلاع، لا سيما وأن الهبة القائمة كانت شرارتها من حي الشيخ جراح ومن المسجد الأقصى المبارك، حين طالب أهالي الشيخ جراح والمقدسيين بشكل عام المقاومة بأن ترد على هذه الاعتداءات السافرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه بحق الفلسطينيين بالأقوال والأفعال، تارة بالاستيطان وتارة أخرى بالقمع ميدانيا على الأرض ومن خلال حملات التهجير وهدم المنازل والاعتقالات اليومية، بعد أن أدارت حكومة الاحتلال ظهرها للمواثيق والأعراف الدولية ومشت وأيضا تنصرت من استحقاقات السلام ومن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني حين تحللت من السلام وقرأت على روح السلام واتجهت نحو خطوة واحدة حددتها فقط بالتصعيد في ظل الحكومة اليمينية واليمينية المتطرفة التي تزداد تطرفا في إسرائيل في ظل الأزمة السياسية أيضا التي تعيشها إسرائيل على مدار عامين بعد فشل صمود حكومة على رأسها نتنياهو، مما يعني بأن التوجه إلى انتخابات خامسة خلال العشر المقبلة. نعم، شكرا، كل الشكر إذن لمراسلنا من رام الله فالح نصير فالح.